مرحبا واهلا فيكم معي بالقناة. مثل ما وعدتكم اليوم رح اعمل معكم حشوة اللحمة وحشوة الدجاج بالبشاميل للسمبوسة. فيديو العجينة مع كل اسرار نجاحها بالتفصيل بتلاقوه موجود بقناتي، وكمان رح يظهر عندكم فوق على الشاشة. المكونات بالتفصيل بتلاقوهم مكتوبين باخر الفيديو وكمان مكتوبين تحت بصندوق الوصف. يا ريت ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة عن طريق الضغط على الزر الاحمر سبسكرايب او اشتراك، وتتابعوني على السوشيال ميديا. وهلا خلينا نبلش. بداية رح أحضر البشاميل. بحتاج للحليب السائل مع الطحين، وعليهم جبنة الكيري مع مكعب من الماجي ورشة من الزعتر الناشف، وبخلطهم كلهم سوا لحتى تروح أي تكتلات موجودة. بمقلاية على النار بضيف شوية من الزيت النباتي مع بصلة مفرومة ناعم، وبقلبهم كلهم سوا لحتى شوية تتدبل البصلة. بعدين بضيف عليهم الدجاج المقطع مكعبات. طبعا يا صبايا لازم تنتبهوا انه الدجاج لازم يكون مقطع مكعبات صغيرة، يعني مثل حبة البندق او اصغر شوي، لحتى يكون مناسب لحشوة السمبوسة. بحاول شوية افككهم عن بعض. بعدين بضيف الملح، شوية من القرفة، وكمان شوية من البابريكا، ورشة من الفلفل الاسود. بقلبهم كلهم سوا لحتى ياخذوا النكهات من بعضهم وتتعزز فيهم النكهة. بعدين بغطيهم وعلى نار هادية بتركهم لحتى يستوي الدجاج تماما. هلأ هون رح أضيف البازيلا، وكمان بقلبهم كلهم سوا لحتى تاخذ من النكهات، وبرجع بغطيهم لدقيقتين على نار هادية لحتى تستوي البازيلا. وبهالخطوة رح أضيف البشاميل. طبعا مثل ما هلأ رح تشوفوا بضيف البشاميل مثل ما هو سائل، ما بكون مجهزته على الغاز مسبقا، بضيفه وبعدين بستمر بالتحريك بشكل سريع لحتى ما تتشكل عندي أي تكتلات، ولحتى يصير عندي الخليط كثيف وتصير الحشوة مناسبة لحتى نحشي فيها السمبوسة. هلأ هون لحشوة اللحمة، بمقلاية على الغاز بضيف شوية من الزيت النباتي مع الثوم المفروم ناعم، ولحتى تتقلى الثوم وتعطي هيك نكهة كتير حلوة، ريحتها كتير حلوة. بضيف البصل المفروم ناعم وبقلبهم سوا لحتى ياخدوا النكهات من بعض، وكمان تصير ريحتهم كتير حلوة. بعدين هلأ هون بضيف اللحم المفرومة. طبعا أنا استخدمت لحمة العجن لحتى ما تعطيني دهن كتير، بغطيها لحتى تستوي اللحمة. بعدين بضيف ملح، رشة من القرفة، وشوية من الكمون، وبهارات السمبوسة. بقلبهم كلهم سوا. بإمكانكم كمان تضيفوا رشة من الفلفل الأسود. طبعا اهم شيء انكم ما تكتروا بهارات على اللحمه لحتى ما تخرب نكهتها. اخر شيء بطفي الغاز وبضيف البقدونس المفروم وبقلبهم كلهم سوا بدون ما يتطبخوا، لحتى هيك تضل البقدونس نكهته فيه. وهيك اسهل حشوات عملناهم. هلا نحشي فيهم السمبوسة. طبعا طريقة تشكيل السمبوسة وطريقة عجينتها وطريقة قليها وكل أسرارها بالتفصيل حتلاقوهم موجودين بقناتي، وحيظهروا عندكم هلأ على الشاشة من فوق. بتمنى تتابعوا القناة. مثل ما انتو شايفين وهيك بنكون عملنا عن جد أطيب حشوات للسمبوسة. طبعا فيكم تحشوا السمبوسة بكتير حشوات، بس أنا دائما بحس إنه هالحشوتين تحديدا كتير طيبين مع السمبوسة. بإمكانكم تحشوهم بالجبنة البيضاء أو الجبنة الصفراء، كيف ما بتحبوا بتحشوها. وهيك مثل ما أنتوا شايفين خلصت وصفتي لليوم. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبتمنى تكونوا حبيتوها. ويا ريت ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة لحتى تتابعوا وصفاتي أول بأول، وتشوفوا كل شي جديد على قناتي. وأنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني ووصفات جديدة وكتير طيبة. مع ألف سلامة.